يقول لي مرة كان معزوم عند محاسن الحلو بتوع السيرك، حلو، ف بيقول لي استاذ فؤاد انا روحت وقعدنا وتعشينا وخلصنا العشاء، قال لها محاسن انا عايزه اغسل ايدي، قالت اتفضل الحمام على اليمين. المهم بيقول لي انا دخلت الحمام وبقفل الباب، سمعت صوت يعني بيقول لي انا بقيت مش عارف افتح الباب ولا التفت ورا ولا، بيقول لي انا فضلت كل اللي طالع عليا حسن 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 خايف يتحرك. وشويه تلاقي محاسن الحلو افتكرت انه هي الاشبال الصغنانين اتاري وهي بتجيبهم بتربيهم في البيت لمده 6 شهور وكده وبعدين بتوديهم تدريب وكده، فهي عشان استاذ فؤاد جاي حطتهم حطاهم في الحمام في البانيو. هي بقى استاذ فؤاد انا نسيت اقول لك في اسد عندك في الحمام. اسد؟ انا خلاص فاكر مسرحيه عادل امام، انا بخاف من الكلب يطلع لي اسد. يقول لي اسد انا فتحت الباب وبقيت بره في الشارع.